حذر وكيل محافظة الحديدة اليمنية من مساعي إيران لتنفيذ مخطط يهدف إلى تحويل منطقة رأس عيسى المطلة على ساحل البحر الأحمر إلى منطقة اقتصادية نفطية تحقق من خلالها منافع عبر الحوثيين. وأكد أن الحوثيين بدأوا بتنفيذ المخطط بإشراف خبراء إيرانيين، وفي الخطوة الأولى جرى حصر عدد من الأسر بهدف تهجيرها من المنطقة. وفي وقت سابق كشفت تقارير أن إيران بدأت خططها لإنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر كجزء من المكاسب التي سيحققونها من الحرب في اليمن. قتل 3 جنود يمنيين في هجوم لتنظيم القاعدة على دورية عسكرية بمديرية مودية في محافظة أبين الجنوبي اليمن، كما أسفر الهجوم عن إصابة 3 جنود آخرين في ذات الكمين. وفي السياق نفسه قتل وأصيب عدد من عناصر تنظيم القاعدة في هجوم لقوات الأمن في سلسلة جبلية شرقي مودية. تفاصيل أكثر نطلع عليها من عدن مع مراسلنا ياسين الرضوان، تفضل. نعم، إذا جماعة الحوثيين كما أفاد وكيل محافظة الحديدة القديمي، والذي أفاد أن جماعة الحوثيين قامت بالتعاون وبإشراف خبراء من الحرس الثوري الإيراني وكذلك خبراء في الهندسة الإيرانية، قاموا بمحاولة تأسيس منطقة اقتصادية ومنطقة حرة في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف والتي تشرف على البحر الأحمر. وقال أن هذا المخطط يأتي بعد عملية إحصاء لعدد من الأسر والتي تتواجد في هذه المنطقة وعدد من القرى التي تتواجد في هذه المنطقة استعدادا لتهجيرهم من هذه المنطقة. وتحدثت أيضا مصادر أخرى عن محاولة الميليشيات إعطاء تعويضات بسيطة، لكن الأهالي حتى هذه اللحظة يرفضون هذا المقترح الذي بدأ كما لو أنه اقتراحات عادية، ولكن هناك أحاديث وأيضا تقارير سابقة تحدثت عن هذه العملية وأنها عملية جادة وأن الإيرانيين يطمحون بتحقيق جزء من مكاسب حرب اليمن بأن تكون لهم قدم في هذه المنطقة التي تشرف على البحر الأحمر لتعزيز اقتصادهم وكذلك تصدير بضائعهم إلى المناطق الإفريقية وأيضا أوروبا وحتى المناطق اليمنية، وأن هذه المنطقة سوف تعزز أيضا من تواجدهم في أهم ممر بحري تجاري في العالم، وأيضا يعزز من وجودهم ومن نفوذهم. وأيضا تحدث العديد من الخبراء العسكريين الإيرانيين على أن هذه الخطوة سوف تعزز الاقتصاد وسوف تعوض أيضا الحصار الدولي المفروض على إيران بإيجاد أسواق بديلة، وهي أسواق ربما ستكون في الأيام وفي المستقبل مزدهرة أكثر مما هي عليه في هذه اللحظات. وأيضا تأتي هذه الإجراءات بدعوة من هذا الوكيل، وكيل محافظة الحديدة، والذي دعا إلى عودة عمليات تحرير محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة، ممثلة بميناء الحديدة الرئيسي وكذلك ميناء رأس عيسى وميناء الصليف. وقال أن هذه الموانئ لا بد أن تخرج من سيطرة الحوثيين لأنها تحقق منافع إيرانية ولا تهتم للمنافع اليمنية. وقال أن ذلك لا يخدم أبناء هذه المنطقة، وتطمح إيران إلى وضع يدها في هذه المنطقة لكون هذه الأيادي العاملة في هذه المنطقة وفي اليمن بشكل عام أيادي رخيصة ويمكن من خلالها تحقيق مكاسب كبيرة. وأيضا هنالك تقارير استخباراتية تحدثت على أن الإيرانيين يطمحون لبناء عملية أو منطقة حرة اقتصادية ذات منحة وذات أجندة أيضا استخباراتية وعسكرية وأمنية في هذه المنطقة. شكرا جزيلا لك من عدن مراسلنا ياسين الرضوان.